النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الرئيس بجد بقى على التواصل الرئيس اللي مستوعب معنى انه يبقى رئيس جمهوريه وانه يتكلم مع الناس ويصارح الناس ونفهم ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتم. على كل الاحوال الرئيس بمواصله جهود التحديث الشامل لقطاع الكهرباء وتطوير شبكات النقل والتوزيع. الكلام ده حصل خلال اجتماع الرئيس النهارده مع رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ومع طبعا وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر. وزير الكهرباء خلال الاجتماع عرض التصور المستقبلي لوضع الشبكة القومية للكهرباء، وتم كمان متابعة الموقف بالنسبة لمحطات توليد الكهرباء الجديدة اللي تم إنشائها في العاصمة الإدارية وفي البرولس وفي بني سويف. وأكد وزير الكهرباء أنه من المنتظر أن المحطات دي تدخل الخدمة بداية من يوليو 2018. كمان في الاجتماع تم استعراض الجهود اللي بتحصل لمكافحة سرقة التيار الكهربي، والرئيس من ناحيته قال أنه لازم يتم زيادة تكثيف التوعية لترسيخ ثقافة الترشيد في استهلاك الكهرباء. والرئيس كمان قال واتكلم على مشروعات الربط الكهربي مع دول الجوار. طبعا يعني في معتز إنجاز رائع حصل في قطاع الكهرباء، لكن أنا عجبني كمان أنه برضو بيتم التأكيد على أنه لازم نرشد الكهرباء. أنه مش عندنا وفرة والمسألة بقت تمام وكل حاجة، ويعني ومفيش انقطاع وفي محطات جديدة تدخل الخدمة، لكن برضو في نفس الوقت لازم المواطن ثقافة الترشيد دي شيء أساسي.